سلام، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات رفروف ارت شانل. اليوم رح نتعلم كيف نسوي مروحه نستعملها اوقات الحر الشديد. كل اللي بحاجه له انا ورق ملون وجلو. الخطوه الاولى اللي بدي اعملها انا مشان اكسب وقت، حطبق الاربع ورقات على بعض بهالشكل. هيدا انا اخترت الازرق، الزهر، الاصفر والاخضر، حطبقهم على بعض واعمل اطوي الوراق بهالشكل. هاي طبق الاطراف على بعضها، برجع بقلب الورقه وبطبقهم على بعض، كمان مره بقلبها كمان مرة، دل بقلب فيها للورقة وأنا وعم بطوي لحتى تخلص المساحة كلها اللي عندي. الخطوة الأخيرة اللي بدي أعملها هلأ بسن الورق، رح شيل الورقات عن بعض بهالشكل هيدا. فيكن تعملوها ورقة ورقة، بس نحن عملناه هون لنكسب وقت ويطلعوا كلياتهم مقاس واحد. رح جيب الطرف الأولى وحطي جلو عليه بهالشكل، جيب الطرف الأزرق وطبقهم على بعض كثير منيح. برجع بجيب الطرف الآخر من الورقة الصفراء طبقه كمان على الأزرق. لاحظوا كيف بفتح الطرف الأخير وبطبقه بهالشكل هيدا. شد كتير منيح، باقي لي اللون الأخير، حط كمان جلو وبوصل اللون الأخير على ما قبل الأخيرة، وبنفس الطريقة كمان بكبس عليهم. بهالشكل آخر خطوة لصناعة المروحة تاتي، حجيب المستطيل الصغير كمان بحط عليه جلو وبلزق الطرف الأخير من المروحة. هيك خلصت، بتكون المروحة تاتي نستعملها أوقات الحر الشديد. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاعنا، وإلى لقاء جديد إن شاء الله بفيديو جديد وفكرة جديدة. ما تنسوا إذا عم يعجبوكم فيديوهاتنا تعملوا لنا لايك اند سبسكرايب. باي.